الحقيقة يعني اعتداء على مواطن مصري بشكل غير آدمي تماما على الخطوط الرومانية، زي ما كنا بنتابع مع حضراتكم شايفين حالة الفزع اللي كانت على الطيارة من كل المتواجدين والأطفال اللي كانوا بيعيطوا، ومدى التعاطف مع الأسرة، وحتى كان اللي بيحاول زي ما شفنا مع حضراتكم في الصورة ان هو يمنع التصوير. اللي كانت بتصور رفضت، لان هو من حقها ان هي كانت تصور اللي بيحصل زي ما حضراتكم بتتابعوا دلوقتي على الشاشة. خلونا نعرف ايه اللي حصل وايه توابعه وتفاصيل اكتر من المواطن المصري حسن سلامة واللي تم الاعتداء عليه. معانا دلوقتي على التليفون، برحب بحضرتك يا استاذ حسن. مساء الخير يا فندم. يعني مبدئيا الحمد لله على سلامتك طبعا. انا عايزه اعرف منك اللي حصل، كلنا مستائين جدا من اللي احنا شايفينه في الفيديو اللي بيتعرض دلوقتي اثناء حديثنا مع حضرتك على يعني على الهاتف. عايز اعرف منك التفاصيل يا استاذ حسن. تحت امرك يا فندم. هي اولا باختصار شديد هي قمه العنصريه وقمه التخلف. يعني اللي حصل للناس كلها لما هتسمعه ويشهد على كلامي ده كل ركاب الطياره، يعني ان طلعنا الطياره ديت انا والمدام وابني، وكان معانا ثلاث تذاكر، والثلاث تذاكر في مكانين لوحدهم ومكان لوحده. وطلبت من المضيفه ان احنا بقول لها يعني في مكانين وفي مكان لوحده، قالت كل واحد يقعد مكانه عادي وبتاع. فقلنا اوكي، وقعدت انا وابني ورا والمدام قعدت في المكان لوحدها. فجت المضيفه بتستفزها وبتقول لها شيل الشنطه اللي تحت رجلك، شنطه اليد الصغيره، الشنطه اللي فيها باسبوراتنا وفلوسنا وده ابن راتي. فشالتها وحطيتها على رجليها، فجت زعقت لها تاني بتقول لها شيل الشنطه دي وحطيها فوق. فطبعا الناس بتترجم لنا في ايه يا جماعه، فانا رحت في ايه؟ فبيقولوا لنا شيلوا الشنطه دي عايزاها تحطها فوق. فقلت لها مستحيل، دي شنطه يد، شنطه حريمي صغيره جدا في ايديها. وبعدين الناس بدات تقول طب هي مراتي بتقول لها انا ما بتكلمش انجليزي، احنا بنتكلم فرنساوي. فقالت كمان طب انت عشان ما بتتكلميش انجليزي ما تقعديش على الكرسي ده، اللي يقعد على الكرسي ده يتكلم انجليزي. فطبعا الناس كلها ضحكت وانا ضحكت، ايه اللي بتقوله ده؟ ده تهريج ده. فقالت اه عشان احنا اصلا الكابتن لما يقول اي حاجه ده باب طوارئ، لازم اللي قاعد هنا يكون انسان قصته، انسان عنده صحه كويسه ويفتح الباب، اول ما يسمع ان الكابتن بيقول افتح الباب يفتح الباب. يا ستي اللي انت بتقوليه ده تهريج. فالناس كلها بتضحك، هي زعلت ان الناس بتضحك ازاي على كلامها، لان حقيقي كلام مضحك كله يعني. وبعدين مشيت ونقمنا، يعني المدام قامت وقعدت جنب ابني ورا وانا قعدت في مكان تاني، وجي واحد قعدنا في نفس المكان. شويه جت وجايبه البوليس معاها ورايحين ناحيه زوجتي يعني. فانا قمت في ايه؟ قال لي عايزين الباسبورات. اديته باسبوري، قال لي لا عايزين باسبور المدام. قلت له لا مش هديهولك، وخدت باسبوري انا كمان. قلت له ولا ده ولا ده، انت عايز ايه يعني؟ قال احنا عندنا امر من الكابتن انكم لازم تنزلوا من الطياره. قلت له لا مش هننزل، مش من حقك تنزلني ليه يعني؟ فالركاب قاموا قالوا له لا لو نزلت الناس دي من الطياره احنا كمان هننزل، حتى الركاب اللي هم الرومانيين والمصريين كلهم قالوا احنا هننزل من الطياره، انتوا ما تنزلوش يعني. فمن هنا بدات الـ 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 الكلام والمشاده بيني وبين البوليس انه مصمم ينزلني، وانا قلت له مش هنزل. وزي ما انت شفت الاعتداء عليا، وجابوا بوليس قد ايه جه عشان يحاول يحط في ايدي الحديد وينزلني، ومراتي جات لها غيبوبه سكر. في النهايه قدروا ان هم يتمكنوا مني وينزلوني، وحطوني في عربيه تبع البوليس تحت، ومراتي جابوا لها عربيه الاسعاف وطلعوا يعالجوها في قلب الطياره. قعدوا اكثر من ساعه ونص بيعالجوها في قلب الطياره، وانا قاعد في عربيه البوليس وفي ايدي الحديد يعني. وانا شايف من وانا في عربيه البوليس ان الركاب كلهم نزلوا، كل الركاب صمموا ان هم يخرجوا من الطياره، وخرجوا من الطياره فعلا، وجت عربيه تبع المطار ونزلت الشنط كلها. معرفش بعد كده الركاب راحوا فين، نزلوا بطياره ثانيه تقريبا، لان الكابتن والطقم المضيفين دول اعتقد ان هم ما قدروش ينزلوا يروحوا على مصر يعني، لان كانت مصر هتوصل لها الكلام ده كله. وبعد كده خدوني ودوني اوضه عندهم في المطار وسابوني فيها اكتر من ساعتين وانا في ايدي الحديد يعني، ومش عارف حاجه، بصير مراتي وابني ايه يعني. وفين بعد ساعتين خدوني ودوني لقيت نفسي داخل مقر صحي زي مستشفى خاصه في قلب المطار، ودخلت لقيت مراتي جوه نايمه، وطبعا معمولها محاليل وجلوكوز واكسجين، وطبعا اتخضيت من المنظر، وابني منهار 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 جامد يعني. والدكتوره طبعا اول ما شافتني خدتني وقالت مش ممكن، ودخلوني الاوضه الاخر وقلعوني هدومي وعملت كشوفات عليا، لقيت كدمات في كل حته في جسمي. طبعا المنظر اللي حضرتك شايفاه دوت في قلب التلفزيون قدام الناس كلها، كل جسمي كان كله كدمات يعني. وبص المنظر منظر وقح، ده انا لو ارهابي مش هيقدروا يعملوا معاه كده، مش هيقدروا يعملوا اللي هم اللي بيعملوه ده. بعد كده كتب التقارير الدكتوره بالكدمات اللي في جسمي، وكتب التقارير الموضوع بتاع مراتي،
وخرجونا الساعة حوالي 5 6 الصبح، خرجونا وسابونا في المطار وادونا شنطنا وخلاص. وبدأت إن أنا أروح معايا يا فندم. مع حضرتك انا كنت عايز اسالك بعد كده ايه اللي حصل لما خرجتوا، خلينا بس ناكد كمان يا استاذ حسن علشان هو انا بس عايز اكد على حاجه، ان اللي حصل مع حضراتكم ايا كانت اسبابه هو شيء غير ادمي بالمره، عشان في ناس هتقول لحضرتك بالفعل مخرج الطوارئ بيبقى ليه التزامات معينه وفعلا هم بيبقوا صعبين جدا في اغلب الطائرات في مساله مخرج الطوارئ والشنط والحاجات دي، لكن ده ما يديش الحق للتعامل الغير ادمي اللي حصل، وزي ما حضرتك وصفته ان ده كان فيه عنصريه شديده، مساله عدم تحدث اللغه وغيره. اتفضل يا استاذ حسن. تمام اللي حضرتك بتقوليه تمام، واحنا نفذنا لما الناس قالوا لنا كده، احنا نفذنا، مراتي نفذت على طول وقامت وقعدت ورا وانا سبت المكان خالص، يعني قلت خلاص واحد تاني يجي يقعد في المكان ده وخلاص وانتهينا، احنا نازلين بقانس عايزين ننزل بقى وخلاص. بس وبعد كده خلاص اما لقيناهم بقى بعد كده نزلنا، وبعد كده بقول لحضرتك سابونا بقى في المطار، رحت لشركه الطيران مستنينا طبعا قاعدين في المطار ثلاث اربع ساعات لغايه الساعه 9 لما بدات مكاتب شركات الطيران تفتح، ورحت لنفس الشركه قلت لهم انا عايز انزل وادي التذاكر اهي، قالوا لي لا التذكره اتلغت، التذكره انك انت تنزل بيها مصر اتلغت. ازاي الكلام دوت؟ قالوا لي اتلغت. طب ليه تتلغي؟ قالوا ما نعرفش، شركه الطيران الكابتن طلب ان تذكرتك تتلغي واتلغت التذكره، حتى التذاكر بتاعتك اللي انت جاي بيها من مصر بعد كده برضه اتلغت. قلت لهم يعني ايه ننزل ازاي؟ قالوا ما نعرفش، روح اتصرف في تذاكر ثانيه، لو عايز تذاكر من عندنا احنا عندنا تذكره ليه بتنزل بيها مصر يوم الحد الجاي وتدفع 3000 اورو. قلت لها يعني انت بتقولي لي انا بلاك ليست تذاكر اتلغت وعايزه تديني تذكره تاني على نفس الشركه بضعف المبلغ؟ ليه يعني؟ قالت لي هو كده. اما التذاكر اتلغت. رحت طبعا احاول اشوف اي تذاكر طيران تانيه عشان ننزل عليها مصر. صعبه جدا في نفس اليوم وعايز تذكره انزل بيها صعبه، ما لقيتش ولا تذكره خالص. واولادي طبعا فضلنا قاعدين في المطار ده طول اليوم، واحنا قاعدين اكثر من 24 ساعه واحنا قاعدين في المطار. لغايه ما بنتي كانوا بناتي اصلا كانوا سبقوني على القاهره وهم فضلوا يدوروا على تذاكر لغايه ما حجزوا لنا تذاكر من تركيا، اتصلوا باصدقائهم في تركيا وحجزوا لنا تذاكر على الطياره التركيه اللي كانت طالعه خلاص فاضل لها ساعه وتطلع، وبعتت لي بنتي التذكره ورحت وخدت التذكره بتاع تركيا وخدنا الطياره ونزلنا اسطنبول، قعدنا ترانزيت ساعه وبعد كده على شرم الشيخ، واحنا لغايه دلوقتي موجودين في شرم الشيخ بحاول ان انا اعمل اي حاجه لان ولادي نفسيا. الحمد لله على سلامتك طبعا استاذ حسن، مبدئيا انك وصلت الحمد لله مصر بالسلامه، بس انا عايز اعرف الاجراءات اللي حضرتك اتخذتها مع يعني مع السلطات المصريه، لان كان في تدخل من وزيره الهجره، الاجراءات اللي حضرتك اتخذتها مع السلطات المصريه اتجاه ما حدث في رومانيا مع شركه الطيران الرومانيه. بالظبط سياده الوزيره اتصلت بيا الصبح وقعدت تتكلم معايا مده كبيره بصراحه، وقالت لي انا مش هسيب حقك ولا حق اولادك، واللي حصل ده انا شفته وتاثرت بيه جدا، وانا وعدي مني ان انا مش هسيب حق. وفعلا سياده الوزيره انا لقيت يعني حاجات، قنوات كتير واعلاميين كتير كلهم بيتصلوا بيا طبعا بعد ما عرفوا الموضوع من سياده الوزيره، واصلا الدكتور عبد الله في رئيس الجاليه المصريه هناك في بلد في رومانيا كان اول واحد اتصل بيا من هناك واول واحد تعاطف معايا ووقف جنبي جدا جدا، رئيس الجاليه المصريه الدكتور عبد الله هناك في رومانيا بصراحه عرف الخبر ازاي ما عرفتش، بس وقف جنبنا كتير جدا 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 يعني. هو الحقيقه بالفعل الدكتور عبد الله مباشر فعلا معانا على الهاتف كمان. انا طبعا مبدئيا الحمد لله على السلامه استاذ حسن، وانا بشكرك انك كنت معانا ووافتنا بالتفاصيل، وطبعا يعني كلنا بندعم حضرتك وبنساندك، مواطن مصري تعرض لهذا الاعتداء واللي كان فيه رفض ان هو يتم تصويره من الاساس، احنا طبعا كلنا بندعم حضرتك وباذن الله حقك يجي وحق زوجه حضرتك وابنك. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن سلامه.